مراقبة الطيور الغرض منها لحماية الطيور. تبدأ مراقبة الطيور من بعد الشروق بساعة إلى قبل الغروب بساعة. تبدأ في موسم الخريف من نص شهر 8 إلى نص شهر 11 بتيجي من أوروبا، والعودة تبدأ من نص 2 إلى نص 5 بترجع من أفريقيا إلى أوروبا. طبعا منها أنواع كتير، منها المهددة بالانقراض والغير مهددة بالانقراض، منها الطيور الحوامة زي اللي هي مثلا اللي هم اللقلق الأبيض والبجع الأبيض، وفي الطيور الجارحة اللي هي مثلا الإيجل اللي هي العقبان والفالشرز اللي هي النسور، والفالكونز الصقور، والهوكس اللي هي البازات، وأنواع كتيرة جدا منها الحداء السوداء وغيرها كتير من أنواع الطيور المهاجرة بتعدي عندنا هنا من مصر عن طريق جبل الزيت. طبعا الحمد لله احنا حاليا بنعمل دورات تدريبية، بنحاول نطلع شباب جديدة لمراقبة الطيور، لان مراقبة الطيور دي بتحتاج خبرة، وانا خبرتي جت لان انا كنت صياد، كنت بطلع صيد من وانا صغير مع ابويا لحد ما تعلمت انواع الطيور، وبعد كده اشتغلت في المجال مع مراقبين طيور مع ناس خبراء ودكاترة، كان في كمان منهم اجانب ومنهم مصريين مشهورين على مستوى العالم زي دكتور شريف بهاء الدين وزي دكتور سيادة السفير أحمد رياض وغيرهم كتير من الناس اللي ساعدوني إن أنا أتحول من صياد إلى مراقب للطيور لحمايتها، ودي حاجة جميلة جدا لأني نفس المجال بتاعي، لأن أنا بحب الطيور وبدل ما أنا بصطادها حاليا دلوقتي بأحميها. طبعا مراقبة الطيور دي بتحتاج لأدوات زي البينوكلر بيكون معك في الميدان عشان تشوف بيه اللي هي النظارة المعظمة، ومتحتاج مثلا بيكون معانا حاجات كتيرة زي البوصلة عشان نعرف الاتجاهات، عشان نعرف الاتجاه اللي جاي من الطيور، معانا أجهزة قياس للرياح عشان نعرف سرعة الرياح عاملة ازاي واتجاهاتها عشان بناء عليه نقدر نتصرف.